هذا وقد وجهت السلطات الإيرانية اتهامات تتعلق بأمن الدولة للمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستودا التي تم إيقافها الأسبوع الماضي. أفاد زوجها رضا خندان أن ستودا نفت الاتهامات لكنها لا تزال في جناح النساء في سجن إيفين، وأضاف بأن زوجته تعتبر الاتهامات الموجهة إليها لا أساس لها وملفقة وأن الكفالة المطلوبة غير متناسبة مع التهم. كانت ستودا قد اعتقلت بسبب دفاعها عن حقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة بشكل خاص، ونددت كل من وزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات دولية بإيقافها وطالبوا بالإفراج الفوري عنها.